طيب اللي ما عنده الملكة والقدرة على الإلقاء ويسمعنا الآن، اي نعم أحيانا ينصرف ذهن الإنسان أن التأثير محصور اي في نعم القدرة الكلامية. طيب أنا ما أقدر لأي سبب، لعي في لساني أو ضيق في صدري أو اي نعم توتر أو خوف أو غير ذلك، اي نعم إيش نصيحتك لهؤلاء شيخ؟ وشيخ الله يحسن لك، في عبارة للإمام مالك، تعرف إذا قالت العرب عن الكلام الجميل لقط الرمل أسهل منه. في عبارة يا شيخ ياسر أبو بدر، أنا ودي إني أنقش في صدري نقش. الإمام مالك الله يرحمه، إمام دار أهل الهجرة، تحس أن هذه العبارة تصب حكمة. يقول كتب له واحد اسمه العمري الله يرحمه، يقول يا إمام مالك، يعني تفرغ إلى حاجة نفسك وانشغل بعبادتك وتقرب، لأن العمري هذا كان لا يشق له غبار في العبادة، وإن كان في العلم ليس بذاك. الإمام مالك هو قاعد ينصح الإمام مالك، خل عنك نشر العلم والانشغال بالناس، وابقى في عبادتك وركعاتك وسجداتك وخاصة في نفسك. أجابه جواب، لو كان هذا الجواب حسا لكان أعظم من جبل أحد. إي والله. قال بعد ما رد عليه السلام، قال اعلم أن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة لم يفتح له في الصيام، ورب رجل فتح له في الصيام لم تفتح له في الصدقة. ولا أظن ما أنت عليه، ولا أظن أن ما أنا عليه بدون ما أنت عليه، وكلانا على خير والسلام. يا سلام يا سلام الله أكبر، يا سلام على هذه العبارات التي تصب حكمة. يعني احنا يا شيخ إذا 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 أحيانا تدوش الخطأ اللي نجني على أنفسنا أننا نلبس ثياب غيرنا. أقرأكم أبي، أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. هي مهام توزع، ونحن في سفينة واحدة، كلانا يكمل الآخر. قد يفتح الله عليك في باب ما يغلق عليه، ما يغلق به على غيرك، وقد يفتح الله جل وعلا على غيرك ما يغلق به عليك أنت. ولذلك سبحان الله، شوف يعني مثلا أصحاب الإنجاز والهمم العالية، أتحداك تجدهم في سكة واحدة. أبو حنيفة آية في الفقه لكن ليس بذاك في الحديث. الإمام أحمد الله يرحمه آية 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 في المحفوظات والمفهومات، لكنه لا يقارن الشافعي في المفهومات. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حجج الله جل وعلا في الفهم وفي لغة العرب، لكنه ليس كمالك في الآثار والأحاديث، لكن كلهم أمة تكاملية أوصلت إلى هذه الأمة هذا الميراث العظيم. ولذلك في قاعدة مهمة جدا، حذاريك أن ترى إنجاز غيرك فتحب أن يكون فيك، فإن الله جل وعلا فتح عليك ما أغلق على غيرك، وفتح على غيرك ما أغلق عليك. يا سلام. جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي صاحبي كتاب تفسير الجلالين، واحد فتح الله عليه في المحفوظات، والآخر فتح الله جل وعلا عليه في المفهومات. حتى يقول جلال الدين المحلي، يقول ذهني، شوف من فرط الفهم، ذهني لا يقبل الخطأ. شوف تخيل، يقول أنا ترى قد أقرأ معلومة غلط، من فرط ما وهبني الله من حدة المزاج ما أقبل الخطأ. لو انشغل الجلال الدين المحلي بثياب السيوطي، ولبس السيوطي ثياب جلال الدين المحلي، لتبخرت كل هذه الهمم والعزائم، وذهبت كل هذه الجهود إلى الماضي، وأصبحت يعني أصبحت نسيا منسيا. سبحان الله، من الأشياء التي نخطئ في حقنا أو في حق أنفسنا، نفتح أعيننا على مجد غيرنا وأهداف غيرنا، ونريد أن نكون كأياهم فلا نكون كأياهم، ولا نرى إلى ما فتح الله جل وعلا به علينا. سلام. يا سلام. عشان كده ابن القيم في تحفة المولود الله يرحمه يقول ودك الواحد، ودك الأب يفتح عيونه على ولده، إذا كان ذكي يوجهه للعلم، إذا فتح الله جل وعلا عليه في الصناعة يوفر له تلك الآلات التي فتح الله جل وعلا به عليه. تخيل يا شيخ لو كان ابن عباس كخالد بن الوليد، ماذا ستكون الأمة؟ وتخيل لو ألزم خالد نفسه أن يكون حبر الأمة، ماذا سيجني من العلم؟ وتخيل لو أن أبا هريرة كان كابن عباس، وابن مسعود كان كعبد الله بن عباس، وين ستذهب هذه الجهود؟ لذلك يقول شيخ الإسلام، هو بيّن لك هذه التجليات، يقول قاعد يتكلم عن طلاب أبي حنيفة، يقول محمد بن الحسن أعلمهم بالعربية، أبو يوسف أعلمهم بالحديث، زفر أطردهم قياس، هم طلاب حلقة واحدة، وكل واحد منهم الله يفتح له في زاوية ويغلق عليه في جانب آخر. عشان كذا يا شيخ الله يحسن لك شيخنا، أنت استكشف نفسك وتفحص ذاتك، لا تدور أحد يدورك. أنت الله جل وعلا جعل فيك قدرات وطاقات، وجعلك مستودع فيه من القوة الكامنة، ما سيكون يوم من الأيام إنجاز للأمة. حذريك أن ترى إلى قوة غيرك، وحذريك أن ترى إلى إنجاز غيرك فتنشغل عن نفسك. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى كان يرسل البويطي، هو يرسل البويطي لأن البويطي كان حجيجا، حتى أن البويطي لو أراد أن يقنعك أنك أنت نفر من الجن لاستطاع أن يحجك،
وهو رحمه الله يقول الشافعي يقول هذا لساني الذي أنطق به، هذا لساني الذي أنطق به. شوف تخيل، كل واحد يا شيخ، أبى أقول لك شيء يا شيخ الله يحسنه، كل واحد جعل الله فيه خصيصة ليست في الآخرين. عشان كذا الشافعي يجي للإمام أحمد قال يا أحمد، هو تلميذه، إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به نذهب إليه. ويجي الإمام أحمد يقول عن الشافعي، لو ما جلست الشافعي ما عرفت الناسخ والمنسوخ. إذا كل واحد منا الله جعل له مواهب وطاقات وقدرات، فحذريك حذريك أن تملأ يعني أو أن تنشغل بإنجاز غيرك عن إنجاز نفسك. إذا ما فتح الله عليك في الإلقاء دور نفسك، إذا لم يفتح الله عليك في العلم دور نفسك، ابحث عن ذاتك، اقرأ نفسك، تفحص تفحص قدراتك. موسى عليه الصلاة والسلام اعترف في حق نفسه فقال عن هارون هو أفصح مني لسانا. مو بعيب يا شيخ، وليست جريمة يوم من الأيام أن تعترف بنقص هو فيك، لأن الله جل وعلا لم يجبرك على الكمال. ولو جعل الله الأمة كلها فيك لهلكت بهلاكك ورحلت برحيلك. الله الله يفتح عليك في باب ويغلق عليك في آخر. فهذا هذه الطاقة. الذي لم يفتح عليه في الإلقاء شيخ ياسر يبحث عن ما فتح الله جل وعلا عليه، في أي جانب، في أي زاوية، في أي مكان، في أي كهف يأوي إليه ليكون منجزا فيه. هذا هو الواجب. ياسر الله يفتح عليك، بسم الله عليك شيخ.